مودي هسألك سؤال كده، يعني في زي ما بيقولوا في سويداء القلب على طول. يعني أغلب الرياضيين، ومش هكسف يعني، بيجي بعد الزواج يقول لزوجته سواء كانت رياضية أو غير رياضية، لا لو سمحت بطلي. هتعمل كده؟ لا 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 يا مودي. لا لا يا والله. يعني هي بتحب الباسكت اصلا من تلعب، وهي ايه رايك يا دينا؟ لا وعدني جبت لك اهو، جبت لك الاجابه طبعا عارفه الاجابه، بس انا جبت لك التاكيد على الهوا، مضيته اهو. مضي والله عشان بس اي خدمه يا دينا. تمام خلاص تمام يعني الموضوع ده مش وارد، تلعب مع بعض لحد ما هي تحس يعني هي مش عايزه خلاص، يعني هي تحس ان هي مش قادره غير كده، ما عنديش الكلام ده خالص. ايه رايك يا دينا في الكلام ده؟ شكرا. تعليقك سريعا. شكرا شكرا. بس ده انا عايز اقول لك انه ان يعني لما بتبقى يعني شريك عمرك بيبقى رياضي. اصلا هقول لحضرتك على حاجه بصراحه، يعني انا مش هكذب عليك، انا نفسي اجرب فكره ان هو يبقى بيلعب وانا بقى بلعب، ويعني احنا اتنين مع بعض، فانا اصلا متشوقه جدا للفكره دي. اللي يعني انا وهو كمان، فانا بالنسبه لي دي حاجه انا مستنياها جدا، ومستنيه يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نوصل لها. يعني عايز اشوف بقى هي هتبقى عامله ازاي. طب يعني ممكن الصبح الاقيكم نازلين الصبح مع بعض التمرين؟ يعني انا حاليا انا بشتغل، فهي دي الفكره. وهو برده مودي ايه ماشي. لا لا الشغل تمام. لا يعني تمام. الشغل بجانب الباسكت، ما هو كده بالظبط. لا لا انا بهزر يعني، انا الباسكت كده كده، فهو اكيد هنحاول نوفق الاوضاع. طبعاً نشوف الدنيا في جمعه في سبت بالظبط، في حاجات ممكن نروح بدري التمرين نشوط شويه. بالظبط. لا حتى هو حتى لسه من كام يوم والله كان بيقول لي انه في حد عندك شويه حاجات مش كويسه، عايزين نبقى ننزل امرنك عليها واقول لك الصح تعمليه فيها عشان تحسني من نفسك. هو حتى بيقول لي كده. حاجه جميله جدا بصراحه دينا. لا ده انا عندي كلام كتير، بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين. لازم نطلع لفاصل حقيقه، اللقاء انا مستمتع بيه جدا. انتظرونا بعد الفاصل، في كلام كتير مع دينا ومودي، ولكن بعد الفصل.